أمين مال. أنا قلت أمين مال. أمين مال جماعة جسور التواصل بقريب. يا مرحبا بك سيدي، نورتنا بحضورك. مش نحكيه على ملتقى الإبداع والابتكار والتصميم في قليبيا، هذا الملتقى 18 و19 ديسمبر في دار الثقافة بقليبيا. كيفاش نجم نعرفوه؟ هل هذه الدورة الأولى، الدورة الثانية؟ مرحبا بكم، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير مستمعين قناة إذاعة راديو ماد. هي جمعية ساعة مسالش نعرف شوية بالجمعية. مسالش بيسير بيسير. جمعية جسور التواصل تأسست سنة 2013، وهي جمعية ثقافية تربوية بالأساس. هذا الأنشطة، عنا أنشطة سابقة، احنا جينا ديجا في قبل في راديو ماد وقدمناهم. ثم محاور قارة كما ملتقى التوجيه الجامعي كل سنة هذا يصير، ملتقى البكالوريا، تنظيم رحلات، متحف باردو، معهد رصد الجوي، ديوان قيس الأراضي، مدينة العلوم، يعني برشا أنشطة. وثم أنشطة عرضية متنوعة ما نقعدوش، لكن بعد الأنشطة هذه كل سنة شفنا أنه من فكرة جديدة، هي أول مرة باش نعملوها هذه، هي الملتقى هذا الإبداع خاص بالأكثرية بالشبان التونسيين. شو معناتها الإبداع والابتكار والتصميم؟ أنت عندك ثلاثة حاجات في العنوان هنا، خلينا نجيو بالوحدة بالوحدة. الإبداع والابتكار والتصميم. الإبداع خليناها أنه مجال مفتوح شوية، لأنه نشوفه ساعات صغيرات وولاد صغيرين وفي المدارس وفي المعاهد، ولكن عندهم إمكانيات متاع إبداع، ياما في إنتاج ألعاب إعلامية، وإلا عندهم إمكانية متاع طاقات قوية شوية، وفي الحاجات هذه خاصة تو في تسكي اي تي اي صحيح. الكل ينجموا ياما ابداع في كيف التطبيقات على الهاتف، الابليكاسيون موبيل هذوما، دونك هذوما زاد كيف في المجال الابداع. والابتكار زاد كيف تركيا موجود في نادي روبوتيك، ثم الناس قاعده تبتكر في طائرات تطير معناها بالتحكم، في غواصات، وهذه المشاركات زاد تقريبا موجوده عندنا باش تكون موجوده. والتصميم ثم الناس انه قادر انه تصمم تو، يعني عندنا اللوجيسيال نتاع 3D والانفورماتيك، ثم ناس قاعده انه باش تعمل تصميم نتاع حاجه جديده تبتكر فيها، دونك هذا كله ينجم يكون موجود، وهو موجود بطبيعته، لكن احنا نحب نظهره. ممكن تو بالنسبه للعباد الكل ولا المستمعين يشوفوا امور غامضه شويه، لكن وقت اللي يجيو تو يشوفوا انه، لانه عندنا مشاركات بدات تتقدم، ثم اشياء جديده مبتكره عند الشبان يراوا العالم بشكل مختلف. هو الحقيقه ممكن تبان لي انا انك انت شويه جديده هذه، ولكن راهو في الجينيراسيون جديده هذه، جينيراسيون اللي جات بعدنا كوا، وانه هذه حاجه عادي، روبوتيك وتوسكي كرياسيون، ولا باش يعمل سيت ويب، ولا باش يعمل ابليكاسيون، يكوروا بها يجنقلوا بها كما يقولوا، لانه هما ولدوا في وسط المناخ هذايا. على كل شوفوا انه شنو اللي تنجم تجيب جديد هذه، لانه تقريبا موجوده باختو. شنو تنجم تجيب جديد؟ اللي الاضافه اللي باش تتزاد هو انه ثم التواصل بين هالمجموعات، هي اعمال تلقاها اغلبها على اعمال فرديه، وساعات نسمعوا بهم يشاركوا في الملتقيات العالميه، يمشوا بشكل فردي، ويعني في نوادي والكل صحيح. وفي قليبيا زاد نتفكروا عادينا معنا بامال دو فوا من وليدات قليبيا شاركوا في مسابقات عالميه. اللي هو شريك معنا سي سامي تركي هذايا في ونادي روبوتيك في منزل تميم، زاد كيف هو شريك معنا في هذايا، ولكن هالالتقاء والتواصل بيناتهم وتلاقح الافكار والكل، هذا من الهدف الثانوي ولا الاهداف الاخرى اللي تحت الهدف الرئيسي في الملتقى هذا الابداع. ثم باش نعملوا لقاءات، وباش نعملوا يعني معرض، باش يكون معرض للمنتوجات هذه في على يومين، وثم زاد كيف تعريف بالناس هذوما اللي شاركت، نعرفوهم ممكن كيما انتم تو على في الاذاعه ولا في اللي هو، لكن ثم ناس اللي ما يعرفوش انه ناس وليدات صغيرين ونجموا يبدعونا ويعطيونا حوايج حلوه باش. طيب نهار 18 نعاود نذكروا 19 ديسمبر اللي هو الملتقى الاول هذايا للابداع والابتكار والتصميم في قليبيا. سينو كيفاش باش تكون المشاركه؟ هل الناس كل تنجم تشارك، او باش نشارك لازمني نجيب معايا حاجه نبتكرها، نجيب معايا فكره، نجيب معايا موديل، شو نعمل بالضبط؟ عاده اللي تو موجود هو عندنا نص المشاركه والفورميلير يتعمر على الانترنت، ولا فورميلير ورقي يجبدوا من الباج نتاع جمعيه جسور التواصل. انا دو بريفيرونس معناتها بكل لطف ادعوكم، مادامنا نحكيو على الابداع والابتكار والتصميم،
كل شيء يتعمل اون لين. بعد ما معمول هذه موجوده فورمولير بالجوجل على الجوجل دونك الفورمولير هذه يعمرها ويتبعث ويبعث التصاور نتاعو البروجي نتاعو في صور ويبعث الكل دونك هذه فورمولير تتعمر وما تاخذش برشا وقت يعني ماكسيموم 15 مينوت. السيت عندكم السيت وين هي اللي على المقر الجمعيه جمعيه جسور التواصل بقليبيا الباج فيسبوك على الباج فيسبوك يلقى لليا هذا يدخل يعمر اليا في ويحط فيه التصاور اللي في نتاع البروجي اللي باش يشارك به بطبيعه واحنا لنا باش نقسموهم لي بروجي على حسب المحاور اللي موجودين يعني يا ابتكار ولا تصميم ولا وبعد ثم لجان باش تقيم تقييم اولي اللي نجم يدخل في المشاركه اللي ما مشاريع ممكن ما تخلطش باش تكون في المستوى يعني في المستوى اللي باش تدخل في المشاركه ممكن يتم عرضها والكل لكن ما ممكن فما حريه في الابتكار والتصميم ما حددناش ما حددتوش محور حاجه لا ما خلينا من الاول احنا الساعه هي اول تجربه ما حبيناش نحطوا قيود ولا نحطوا حواجز قدام المبدعين خليهم يجيو ومن بعد على ضوء ذاك احنا باش نقسموهم بالضبط نتعرفوا عليهم ويجيو مهم وانه تكون اللمه كبيره باش تتواصلوا احنا وبعدها تنجموا معناتها تحددوا كيفاش ينجموا ما يقترحوا الملتقيات الجايه كيفاش تنجم تكون يعني هذاك علاش هي هو ملتقى الاول ولكن باش منه هو باش تنطلق ان شاء الله كما قبل عنا تجارب انطلقنا بعمل بسيط ولكن كبر من بعد وطورناه زاد كيف هذا الملتقى الاول وبقدره ربي باش يكبر باش نعطي تو الخطوط العريضه ممكن للبرنامج تفضل يعني تفضل 18 بالضبط يعني على يومين المكان الساعه هو دار ثقافه بقليبيا وسط البلاد يعني نجموا يجيو في اليوم الاول باش يكون الافتتاح بطبيعه وثم معرض باش يتواصل على يومين هي المنتوجات نتاع الصغيرات هذوما والشبان سواء طلبه ولا تلامذه الحاجه الثانيه هو انه ثم وركشوب يعني ورشات تعليميه للصغيرات روبوتيك تحسيسهم بانه روبوتيك والاهم اللي باش نركزوا عليه هو انه كيفاش ينجموا نستغلوا الروبوتيك في تجاوز صعوبات التعلم يعني في لانه بروبوتيك دي زابليكاسيون بساط وكل اللي نجموا يعلمونا البروغراماسيون نجموا يدخلونا في مجال نتاع التعلم بشكل مختلف افورمال ولا انفورمال كيف الورك شوب هذا باش يكون على يومين ورشات من 9 الماضي ساعه الاولياء ينجموا يقيدوا صغيراتهم من تو يبعثوا على الجمعيه على الباج فيسبوك نتاع الجمعيه يسجلوا صغيراتهم ويجيوا يحضروا نوفروا لهم مؤطرين بطبيعه لنا خاصه باش نشكروا لنا نادي روبوتيك بمنزل تميم دار ثقافه منزل تميم اللي باش توفر لنا يعني مؤطرين في المجال هذا لانه احنا حقيقه في قليبيا صحيح جمعيه الشبان والعلم قاعده تساهم لكن المساهمه نتاعها محتشمه شويه لكن في دار ثقافه اسمع كيف تقول لي مساهمه محتشمه معناتها نفهم وانه ماكم مش متفاهمين راهو لا مشاركه محتشمه في جمعيه الشبان والعلم في نطاق روبوتيك اش معناه ماناش قاعدين انا كجمعيه الشبان والعلم نادي قليبيا ما عندناش تمويلات كبيره ما عندناش مثلا مقر باش نجموا ننشطوا وننشروا ثقافه روبوتيك مش مش مع نوضحوا يعني كجمعيه الشبان والعلم ما عندناش موارد ما عندناش مقر مثلا طلبنا البلديه مقر ولكن ما وفرتناش رغم اللي هو موجود وما وفرتناش واحنا الهدف نتاعنا انه ننشطوا عملنا شراكه مع وزاره التربيه مشكوره مع الاداره الجهويه ننشط في نادي في المدرسه العدديه اسمها مشكوره زاد المدير نتاعها لكن النشاط المحتشم في المجال الروبوتيك هذاك علاش استدعينا والروبوتيك زاد يهمه انه يستحق شويه ماتريال الحقيقه اردوينو دونك يطلب برشا ماتريال اليوم الثاني بطبيعه باش يكون زاد كيف التقييم ثم اللجان باش تقيم والنتائج باش تتعلن اليوم الثاني واعطاء الجوائز بطبيعه والاختتام في اليوم الثاني به ما نعرفش لنا ممكن نحكي على شركائنا شويه اذا كان انت اشمعنى به انت تحب تحكي ممكن باش يقولوا اعطيه الصحه ما هو راه ما في شيء للجرون بيبليك لا مش انا حاجتي شنو نحب ندعو انه الناس اللي نجم يعاونونا في المجال هذا في نشر الثقافه هذه ثقافه الابداع عند الصغيرات وتعطيها اللي نجم يعاون الجمعيه الباب الابواب مفتوحه ويتفضل يعاون بالضبط وانا الحقيقه نحب نقول للناس الكل مواطنين مجتمع مدني
اللي نجم يستثمر في الشباب وفي الصغيرات هذوما يستثمر لانه هذايا غدوه الحي مستحقه هو قبل اي حد اخر. وباش ناطروا لانه احنا تو عندنا ازمه نتاع تاطير للاسف، وحتى دور الشباب والا نوادي الاطفال وغيرها اللي كنا قبل نقولوا يا حسره كيف كانت، ما اليوم تبدلت برشا حاجات، لازم اعاده النظر في الهيكل الكل في المنظومه كل كيفاش تخدم، ما لازمنا نبدلوا برشا حاجات ونواكبوا خاصه التفكير ورؤية صغيراتنا، لانه الجيل تغير واللي يجلبهم لي بوزوان تاعهم تغير. قبل نمشيو لدار الشباب باش نشوفوا النادي الاعلامي مثلا، تو شكون يسكر عندي ديزورديناتور حتى البورتابل نتاعو اكثر من الاورديناتور، اكثر من غاديك من الماتريال اللي عندهم غاديك. بل كنا باش نمشيو فقط باش نعملوا باهي مهم، كان السكرابل ولا كان حاجات ولا شطرنج، اي هذا مهم، ولكن فما حاجات اخرى توا قاعده موجوده روبوتيك كيما الابتكار والتصميم اللي ماذا بينا تولي ديما مش مره في العام. اي انا دايرني محضرت في السي ان تي في تونس كيفاش يستعملوا الماين كرافت عند الصغيرات في التعليم، يعني الماين كرافت ايديوكاتيف، دونك ملتقى كان ممتاز جدا، وكيفاش الصغيرات يوليوا يصموا في ديار بالتروا دي وبالكل، ولكن بلعب بالالعاب اللي موجوده تو يعملوا فيها الصغيرات للبناء مش للتهديم وللتكسير. بالضبط، باهي باش نكملوا معك سيدي، باش مازال عندنا في البرنامج. باهي جوست انا باش نشكر ثم الجامعه التونسيه عدوها شكر سيدي والانشطه التابعه خاصه ماهر عطاري، علاش هذا؟ لانه باش نستعملوا للطياره اللي باش تطير درون يطلب ترخيص، وهذا باش يساعدنا في الترخيص لانه باش ننشطوا العمليه في اليوم هذاك، دونك باش يشوفوا صغيراتنا ويشوفوا حتى الاولياء والكبار انه كيفاش نجموا نوصلوا وشنو نجموا نعملوا مع صغيراتنا، وخاصه نخليهم المجال للابداع ولانه يتكلموا ويتلاقوا ويعبروا على رغباتهم وشنو ينجموا يعملوا. ان شاء الله ربي يوفقكم. نعاود نذكر بملتقى الابداع والابتكار والتصميم 2019 18 و19 ديسمبر في دار الشباب او دار الثقافه بقليبيا، فمهم انه تدخلوا الصفحه الرسميه لجمعيه الجسور والتواصل بقليبيا تلقى فورمولير عمروها وهكاك تنجموا تشاركوا في الملتقى هذايا. شكرا يعطيكم الصحة أنتم راديو ماد على رحابة الصدر، وأنه ديما تشجعونا الحق هذه ثاني مرة أنا نكون موجود لنا، ونشكركم برشا ويعطيكم الصحة وبارك الله فيك. يا سيدي أنت يعطيك الصحة ربي يوفقك، سلم لنا برشا على قليبيا، ونحبوا زاد القليبية الكل تمشي للملتقى هذايا، هزوا صغيراتكم ما تخسر حد شيء، كي باش تهز صغيرك ولا تهز ولا تشجع والدك باش يمشي للملتقى هذايا، بالعكس لأنه عنده نفع كبير وإحنا مستحق المجتمع متاعنا، وأنه نعاودوا نلموا بعضنا ونعاودوا نتأثروا ونعاودوا نقعدوا مع بعضنا، خلينا نبعدوا من الانزواء ومن كل واحد قاعد في بيته وقاعد يبدع وحده، صحيح وأنه فما نافذة حول العالم الآخر، ولكن مهم التواصل مع المحيط الخارجي متاعه. على كل شكرا لك مرة أخرى أستاذ محمد كردوغلي أمين مال جمعية جسور التواصل بقليبيا على حضورك معنا. شكرا ربي يخليك، فضلك، شكرا لكم على حسن المتابعة بعد الف